الفل يا جماعه، صباح النشاط. يلا بقى نتمرن مع بعض، نشوف كوتش حسام هيمرنا ايه النهارده. كتير قوي مننا بنتمرن التمارين زي ما فرح كانت بتعمل كده. فرح بالمناسبه بقت شاطره قوي، بتعمل التمارين بطريقه يعني مش عارف اصلح لها حاجه. لا داعي للتصفيق. بس التواضع احسن حاجه فينا. بس احنا بقى النهارده هنعمل حاجه اسمها الانقباض العضلي الثابت او الايزومتريك كونتراكشن، اللي هو التمارين اللي احنا بنعملها من غير ما يبقى فيها حركه. ممكن يكون بنتمرن بايسبس بس بدل ما انا عمال بتحرك واطلع وانزل، لا انا بثبت هنا بس يكون في مقاومه، اختلاف عن الاسترتشات ان بيبقى في مقاومه على العضله. فالسكوات مثلا لو بدانا بالسكوات، وده من الحاجات اللي بتشغل العضله الاماميه والجلوت والخلفيات، وكمان الايزومتريك كونتراكشن دوت بيعمل سترينث، بيعمل تقويات للعضله لناس يا فرح ممكن يبقى عندها مشكله او اصابه تمنعهم ان هم يتحركوا، فعايزين يثبتوا ويعملوا تقويه للكوادريسبس. حلوه دي عشان أول ما يزودوش الاصابه. طيب حقيقي. هنبدا بالسكوات. فتحه الرجل المفروض تبقى قد ايه؟ من ايه ده؟ اسئله انت بتجيبي الاسئله دي؟ اسئله بص مهمه المشاهدين الصراحه مش انا. بيجي لي فعلا مسجات واسئله يعني. طيب هنعمل اول حاجه رجليه جنب بعض. تمام. هفتح كعبي لازق في كعبي التاني، وبعدين هثبت مشط رجلي في الارض والف هنا، ده الوسع بتاع الحوض بتاعي اللي انا ببقى واقف فيه الوقفه الطبيعيه بتاعتي. حلو قوي. وبعد كده هبدا افرد ظهري وصدري فوق، ايدي قدامي علشان ابالانس وزني، وابدا انزل بالراحه واثبت في ال 90 درجه. هحاول اعمل 30 ثانيه ثلاث مرات. بالنسبه لنا احنا هنعمل 10 ثواني، خمسه كمان، اربعه، ثلاثه، اثنين. هطلع بالراحه. ده اول حاجه. عايز اقول لك انه فعلا الثبات هتحس بالعضله بتشتغل. هي ممكن تبان سهله لكن هي مش سهله خالص. هما لما هيجربوها هيعرفوا ان هي بالظبط. يا ريت تجربوها. وابعتوا لنا الفيدباك بتاعكم او رايكم عن التمرين دوت على ريفايف وعلى قناه صدى البلد برضه صباح البلد، نقدر نرد على الاسئله ديت. التمرين الثاني هنعمل تمرين البوش ابس. البوش ابس عندنا اللي احنا بنعمله العادي اللي هو الضغط. ايوه. بننزل على الارض. المره دي بقى هننزل ومش هنطلع. اوكي. انت عارف ان انا ما بحبش التمرين ده صح؟ هنزل هنا. فرح اشطر حاجه فيها التمرين ده. هنزل واثبت. خمس ثواني بلاش بلاش 10 يا فرح. بص ثانيتين. هطلع فوق شويه. ايوه. هنزل وسط تحت سنه. ثانيتين كمان. ثانيه ونص. نريح. يا ربي. هنحاول نبدا ممكن نبدا خمس ثواني بس، وبعد كده نبدا نزود شويه بشويه. التمرين بس كويس والله. التمرين سهل جدا ماشي، مش عايزه صح. يعني وكلكم ممكن تعملوه في ده البيت. ده 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 وشها بقى لون اللبس اللي هي لابساه خلاص. طيب ثالث تمرين هيبقى للشولدرز. تمام. للكتف. هنحاول نمسك معانا ممكن ازازتين ميه لو ما عندناش اوزان. فرح هندور على اصغر حاجه. اهي كاتب البينك. انا بختارهم بالالوان انت صح عارف. صح. مش بالوزن يعني، اللي هم اصغر اثنين موجودين عندنا. نبدا هنا. اوكي. وهطلع بايديا الاثنين جنبي هنا لاترال ريز عشان امرن العضله الجانبيه بتاعت الكتف. طيب كوتش الوقفه، انا واقفه كده نفس الوقفه بتاعتي بالظبط. نفس الوقفه. ايوه. تمام. يلا جو. خليني انا اقف. 1 وهثبت. طول ما انا ثابت طول ما انا ثابت عايز صدري فوق، بطني مشدوده، ركبتي عايزه تبقى متنيه ثانيه صغيره عشان احمل اكتر على العضله مش على المفصل نفسه. طب هل انا معاكي اهو مفروض على الاخر انا بشاركك اهو. تمام. بس انا ايدي ما تبقاش مفروده كده. انا عايز ايديا ما تبقاش مفروده 100%. اعمل لوك واعمل لود على المفصل بتاع الكوع. حطني ايدي ثانيه صغيره جدا. 30 ثانيه ثلاث مرات. يعني الموضوع هيبقى شكله سهل زي ما فرح ما بتقول، بس شكله زي ما شايفين وش فرح بالظبط كده باين عليه مدى صعوبه التمرين. التمرين اللي بعده بتاع البايسبس لعضلات الدراعين. هطلع هنا وهثبت 30 ثانيه. مهم عندي هنا ولا للاخر؟ مهم عندي زي ما فرح ما بتقول كده. ان انا بطلع من هنا لحد ال 90 درجه. تمام. اوكي. مش عايز كوعي ورا ولا قدام، عايز كوعي جنبي بالظبط. تمام. وبطننا طبعا شادين بطننا مشدودة. لا كملي انت اشرحي الباقي خلاص، انا مش هقول يعني الحاجات دي تاني يا جماعه. بصوا لا خلاص مش لازم. دي مثلا ايه مجموعه من التمرينات المهمه قوي في الايزومتريك كونتراكشن اللي بتخلينا نعرف نحس بعضلاتنا من غير ما نبدا من غير ما يبقى في حركه. بتزود القوه العضليه
جدا. لا هو انا شايفه انه انا يعني انت بايسبس كبر عندك يعني انت حاسس شفت. لا غير كده انه يعني في حرق دهون، موضوع مش بس عضلات. عايز تقول ان انت عرقتي وتعبتي؟ عرقت يعني وخسيت. وخسيت النهارده بس. هو فعلا التمرين فعلا بيحرق كالوريز كتيره، لان هو تمرين متعب على عكس ما انتم شايفين ان هو شكله سهل كده. طبعا هو ده حاولوا تجربوه، ده اللي يهم كل اللي بيتفرج علينا دلوقتي، خصوصا سيدات البيوت. اتمرنوا، وعايز اقول لكم صباح النشاط وصباح الفل. ميرسي يا كوتش. صباح الفل عليك. صباح الفل يا فرح.